كانوا لماي المودة والصداقة. إنها 7:30 مساء بتوقيت العاصمة بيروت، أهلا بكم إلى المسائية، ونبدأ بالعناوين مع هنادي زيدان. مساء الخير مشاهدينا الكرام، وإلى عناوين النشرة. تحرك وزير العدل والقضاء رح يأخذ الإجراءات المناسبة. مجلس الوزراء يتابع قضية قناة الجديد ويبدأ ببحث موازنة 2017. تشدد الكتلة على التمسك بالثوابت التي آمن بها وعمل من أجلها الرئيس الشهيد. كتلة المستقبل تجدد تمسكها بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها وفق قانون جديد قائم على وحدة المعايير. الجيش السوري الحر يتقدم في درعا والباب، ودمستورا يؤكد أن جنيف 4 سيركز على الحكم والانتخابات بإشراف أممي. أهلا بكم. ثلاثية من المواضيع أدرجت في أولويات التحركات التي شهدتها المحافل السياسية اليوم: الموازنة، قانون الانتخابات، وحرية الإعلام في ضوء ما تعرضت له قناة الجديد. فالموازنة التي شكلت الموضوع الأساس على طاولة مجلس الوزراء سيعود المجلس إلى بحثها بعد غد الجمعة وفي 3 جلسات متتالية الأسبوع المقبل، في وقت نسب إلى وزير المال علي حسن خليل إن البنود المتعلقة بالضرائب في الموازنة أقرت في الجلسات التشريعية في المجلس النيابي بعدما أدرجت كاقتراحات قوانين وبموافقة جميع الأطراف، الأمر الذي يحتم إخراج هذه القضية من دائرة المزايدات وفق وزير المال. وما جرى أمام تلفزيون جديد من تظاهرات وأعمال شغب لم يكن بعيدا عن جلسة مجلس الوزراء، انطلاقا مما عرضه وزير الإعلام حماية لحرية الإعلام ومداخلات الوزراء المطالبة بالمساءلة وبتحرك القضاء انتخابيا. وفيما أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري في لقاء الأربعاء النيابي أن من واجب الحكومة مناقشة قانون الانتخاب في أقرب وقت، شددت كتلة المستقبل النيابية على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها وفق قانون جديد قائم على وحدة المعايير. إقليميا، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان ديمستورا أكد أن جدول أعمال محادثات جنيف سيلتزم بقرار المجلس وسيركز على الحكم والدستور والانتخابات بإشراف أممي. فيما تتمسك المعارضة السورية بالانتقال السياسي ورحيل الأسد في أي لقاء أو مفاوضات. وفي الشأن الفلسطيني، تصريح لمسؤول وصف بالكبير في البيت الأبيض أكد أن واشنطن لم تعد متمسكة بحل الدولتين والقيادة الفلسطينية تحذر. إذن بدأ مجلس الوزراء مناقشة مشروع موازنة السنة 2017، والمجلس الذي عقد جلسة في السراي الحكومي تطرق إلى الاعتداء على قناة الجديد. وفي هذا الإطار أشار وزير العدل إلى أن القضاء يتحرك على مستويين: تحقير رئيس مجلس النواب والتعرض للأملاك الخاصة والحريات. التقرير لربيع شنطف. مناقشة مستفيضة لمشروع موازنة العام 2017 بدأت في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في السراي الكبير برئاسة الرئيس سعد الحريري، ومن المقرر أن تعقب هذه الجلسة 4 جلسات متتالية في السراي بدءا من عصر الجمعة لاستكمال البحث. وتفيد المعلومات أن إقرار الموازنة في الحكومة سوف يكون قبل نهاية شباط. افتتح دولة الرئيس الجلسة وشدد على أنه من الأهمية بمكان إقرار موازنة سنة 2017 بعد 12 سنة من دون موازنة
حيث شدد على تحسين موضوع الجباية. لا نقاش بموضوع الموازنة إلا داخل مجلس الوزراء، فور انتهاء النقاش يعلن كل شيء للرأي العام وللمعنيين وأكيد للنواب الكرام. الاعتداء على قناة الجديد تطرق إليه وزير الإعلام الذي طالب رئيس مجلس الوزراء بدعوة الوزراء المعنيين للعمل على حماية حرية الإعلام لأنها أساسية للبنان الدور ولبنان النموذج، كما واحترام حرية التعبير والتظاهر تحت سقف القوانين وبعيدا من العنف والتعرض للأملاك العامة. وكشف رياشي أن وزير العدل سليم جريساطي قد تحرك مشيرا إلى أن القضاء سوف يتخذ الإجراءات المناسبة. اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري أن ما نحتاج إليه في هذه المرحلة هو إقرار قانون انتخاب يعتمد النسبية، ومؤكدا أن على الحكومة مسؤولية مناقشة القانون وإحالته إلى المجلس النيابي لمناقشته وإقراره. وأوضح الرئيس بري خلال لقاء الأربعاء النيابي طبيعة الأفكار الانتخابية التي وضعها النائب وليد جنبلاط بعهدته. عنوانان أساسيان طرحهما رئيس مجلس النواب نبيه بري في لقاء الأربعاء النيابي: قانون الانتخاب وأقرار الموازنة. فأكد الرئيس بري أن حماية لبنان والحفاظ على التنوع في التركيبة اللبنانية لا يكون إلا من خلال إقرار قانون جديد للانتخاب يعتمد النسبية، وعلينا جميعا من أجل تسييج لبنان أن نتوافق على قانون انتخاب. وجدد الرئيس بري القول أن من واجب الحكومة بحث ومناقشة القانون في أقرب وقت، لأن هذا الموضوع من أولى مسؤولياتها ومهماتها طالما أنها تضم كل القوى السياسية، ومن الضروري أن تعقد جلسات متتالية لإقرار مشروع قانون يعتمد على النسبية، لأن هذا الموضوع ليس فقط من مسؤوليات مجلس النواب. أكد دولة الرئيس أنه نحن أحوج ما نكون بهذه الفترة للتفتيش عن كل ما يحفظ وطننا ويحميه ويحافظ على تركيبته، وهذا لن يتحقق بشكل أفضل إلا من خلال قانون انتخابات يعتمد النسبية. ونقل النواب عن الرئيس بري اعتباره أن لا شيء ينقذ البلد اليوم إلا قانون الانتخاب، ومن دون إقراره لا قيمة لكل ما أنجز حتى اليوم. وأشار بري إلى أن أفكار رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط تقوم على نوع من القانون المختلط الذي ينطلق من الشوف وعليه ووفق صيغة موحدة. ورأى بري أنه مهما جرى من نقاش حول الموازنة فلا بد من إقرارها من أجل مصلحة الدولة والاقتصاد اللبناني، مشددا على ضرورة إقرار سلسلة الرتب والرواتب في كل الأحوال بعد كل هذه الفترة من الانتظار. دولة الرئيس رأى أنه الموازنة لابد من أن تقر مهما كان النقاش حولها، لأنه في مصلحة للبنان واللبنانيين والاقتصاد الوطني بشكل خاص، وفي كل الأحوال يجب إقرار سلسلة الرتب والرواتب التي هي حق من لأصحابها. وبحسب ما نقل عن النواب فإن اللجنة الرباعية والخبراء القانونيين لن يجتمعوا مساء الأربعاء إفساحا في المجال أمام اللقاءات والمشاورات التي تحصل بعيدا عن الإعلام في محاولة للتوصل إلى اتفاق حول قانون الانتخاب. أكدت كتلة المستقبل النيابية على التمسك بثوابت الرئيس الشهيد رفيق الحريري وفي مقدمها العيش المشترك ودعم الجيش والقوى الأمنية الشرعية واتفاق الطائف وقرارات الشرعية الدولية. في الذكرى 12 لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري، أكدت كتلة المستقبل على موقفها الثابت بالتمسك ودعم القرار الدولي 1757 الذي نص على إنشاء المحكمة الدولية من أجل لبنان حتى إصدار الأحكام النهائية حماية للحريات وانتصارا للعدالة. الكتلة التي عقدت اجتماعها في بيت الوسط برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة شددت على التمسك بالثوابت التي آمن بها الرئيس الشهيد. ألف، التمسك بصيغة العيش المشترك كما نص عليها اتفاق الطائف. ب، التمسك بمبادئ الحرية وقواعد النظام الديمقراطي اللبناني والالتزام بالدفاع عن استقلال لبنان وسيادته ووحدانية سلطة الدولة اللبنانية السيدة على كامل أراضيها وعلى جميع مؤسساتها، كما والتمسك أيضا بدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية اللبنانية
التي وحدها تحمي الوطن وتدافع عنه تحت إشراف الحكومة اللبنانية. جيم، التمسك باتفاق الطائف وبتطبيق الدستور بكامل مندرجاته. دال، التمسك والالتزام بقرارات الشرعية الدولية كافة. وانطلاقا من هذه الثوابت، تؤكد الكتلة على الالتزام بالقرار 1701. الكتلة توقفت عند أهمية أن تنجز الحكومة قريبا مناقشة الموازنة وأقرارها وإحالتها إلى المجلس النيابي، كما كررت الكتلة تمسكها بضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وفق قانون جديد قائم على وحدة المعايير. من جهة أخرى، أكدت كتلة المستقبل على موقفها الثابت بأن حرية التعبير والحريات الإعلامية مقدسة ومصانة بحماية الدستور والقوانين. إن كتلة المستقبل التي تستنكر وتدين أي اعتداء أو ترهيب على أي وسيلة إعلامية، فإنها من جهة أخرى تهيب بالمؤسسات الإعلامية، ومن حيث المبدأ أن تستمر في الحرص على الالتزام بأصول المهنة وقواعدها ومبادئها وقيمها، كما والحرص على قول الحقيقة دون افتئات أو تجريح شخصي من أي نوع كان. كتلة المستقبل أكدت على دور المجتمع الدولي ومؤسساته في مساعدة لبنان في رعاية النازحين وتأمين الحماية لهم والإعداد السليم لعودتهم. وختمت الكتلة بتعزية دولة الإمارات العربية المتحدة بوفاة سفيرها في أفغانستان. جددت كتلة الوفاء للمقاومة موقفها من وجوب اعتماد قانون انتخاب جديد في البلاد يقوم على النسبية مع الدائرة الواحدة أو الدوائر الموسعة، ورأت أنه لا يسبب بأي انتقاص أو تهميش لأي مكون من المكونات اللبنانية. الكتلة وفي موقفها الأسبوعي عبرت عن انفتاحها على كل نقاش جدي يدور حول أي صيغة معقولة ومتماسكة يمكن التوافق عليها. تثمن الكتلة عاليا المواقف الوطنية الواضحة التي أدلى بها مؤخرا فخامة رئيس البلاد العماد ميشيل عون، خصوصا لجهة تأكيده على ضرورة بقاء المقاومة وحاجة لبنان إليها، ولجهة ثقته بحرصها على الاستقرار الداخلي وتجديده على دورها الإيجابي مع الجيش اللبناني في التصدي للاعتداءات الإسرائيلية وتحرير بقية الأراضي اللبنانية المحتلة. واعتبرت الكتلة أن هذا الفهم العميق والواثق من شأنه وضع النقاط على الحروف وتصويب أي فهم ملتبس وتوهين أي تشكيك مفتعل حول أهمية استمرار المقاومة وتكامل دورها وأدائها مع سياق مشروع بناء الدولة. انتقد رئيس حزب الوطنيين الأحرار دوري شمعون عدم إقرار المجلس النيابي قانونا انتخابيا جديدا، لافتا إلى أنه يؤيد المختلط في حال تم تطبيقه، وحملا المسؤولية لمن مدد للمجلس سنتين. وخلال زيارته رئيس حزب الكتاب النائب سامي الجميل، اعتبر شمعون أن الجميع غير معني بتطبيق الدستور، محذرا من تجاوز المهل الدستورية. يعني أنا بتعجب أنه قائد جيش سابق وعسكري يحط الجيش بالدرجة الثانية إذا كان بدك، وقوة وسلاح حزب الله بالدرجة الأولى. استقبل رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جملاط في دارته في كليمونسو ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ، وتناول البحث المستجدات الراهنة في لبنان والمنطقة. وتتابعون في المسائية بعد الفاصل. القيادة الفلسطينية تحذر من عواقب التخلي عن حل الدولتين. ونتنياهو في البيت الأبيض لاستمالة ترامب. أهلا بكم من جديد إلى هذه النشرة. في التطورات السورية، الجيش الحر يكبد قوات الأسد وميليشيات إيران خسائر فادحة في درعا، ويتصدى لسلسلة هجمات داعشية في مدينة الباب.
لليوم الرابع على التوالي واصل الجيش الحر هجومه على مواقع قوات ومقرات الأسد وميليشيات إيران في حي المنشية بدرع البلد ضمن عملية الموت ولا المدلة، في حين صعدت المقاتلات الروسية من وتيرة استهدافها للمناطق المحررة في المدينة وريفها. وأكدت مصادر ميدانية أن فصائل غرفة عمليات البنيان المرصوص تمكنت من السيطرة على نقطتي مخبز الرحمن وروضة العروج داخل حي المنشية بعد معارك عنيفة خلفت قتلى في صفوف قوات الأسد وميليشيات إيران. وأوضح المصدر أن الاشتباكات ما تزال مستمرة داخل حي المنشية وسط قصف عنيف من الطائرات الحربية. إلى ذلك نعت إيران القيادي في ميليشيا الحرس الثوري الإيراني الرائد مصطفى زال نجاد، ونشرت صفحات إيرانية على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للقتيل برفقة قاسم سليماني. وفي الشمال السوري أحبط الجيش الحر سلسلة هجمات معاكسة نفذها تنظيم داعش الإرهابي في محيط مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي عبر مهاجمة قاعدة عسكرية مؤقتة تابعة لغرفة عمليات درع الفرات، في وقت تتواصل العمليات العسكرية بدعم من الجيش التركي في التضييق على ما تبقى من تنظيم الدولة في مدينة الباب كبرى وآخر معقل التنظيم في شمال سوريا. وعشية انطلاق اجتماع أستانا أعلن الموفد الأممي إلى سوريا ستيفان دي مستورا أن جدول أعمال مفاوضات جنيف 4 هو مضمون قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. مطمئنا إلى مسار لقاء أستانا، الموفد الأممي إلى سوريا ستيفان دي مستورا وخلال لقائه في روما وزير الخارجية الإيطالية أنجلينو ألفانو حذر من مغبة الابتعاد في محادثات جنيف 4 عن النقاط الرئيسة في القرار الدولي 2254، مؤكدا الالتزام بها لإنهاء الصراع في سوريا. لدينا جدول أعمال هو قرار 2254، وهو القرار الذي اعتمد بالإجماع في مجلس الأمن على ثلاث نقاط رئيسية، هي شكل جديد للحكم ودستور جديد وإجراء انتخابات جديدة تحت إشراف الأمم المتحدة. هذا هو جدول الأعمال ولن نغيره، وإلا سنفتح أبواب الجحيم. موقف دي مستورا يجيب على إعلان المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات سالم المصلط بعدم تسلم المعارضة جدول أعمال مفاوضات جنيف المقررة الأسبوع المقبل. والمصلط كشف أن المعارضة تريد مفاوضات مباشرة مع حكومة النظام بخصوص الانتقال السياسي، مشددا على أن لا يمكن للأسد أن يكون على رأس السلطة لا في مرحلة انتقالية ولا في مستقبل سوريا. أما في أستانا التي رحلت اجتماعاتها يوما فتنحصر مباحثاتها بتثبيت اتفاق وقف النار في سوريا. وبحسب ما نقلت وكالة نوفوستي الروسية عن مصدر مطلع على مفاوضات أستانا، فإن المشاركين يأملون في أن يتمكن من إتمام عملية تدقيق كل التفاصيل التقنية للوثائق المطروحة، وهناك نية لوضع آلية لمعاقبة الجهات المنتهكة للهدنة وتأمين المراقبة الدولية بإشراف الأمم المتحدة عليها وترسيخ النتيجة في مفاوضات جنيف. في أول اجتماع بينهما التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، وفي مؤتمر صحفي مشترك أكد الرئيس الأمريكي أن زيارة نتنياهو إلى البيت الأبيض تؤكد عمق العلاقات مع إسرائيل رافضا القرارات الأحادية في الأمم المتحدة. وقال إن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لاتفاق سلام حقيقي في الشرق الأوسط. وحول الملف النووي الإيراني أكد ترامب عدم السماح لطهران بامتلاك السلاح النووي، كما دعا ترامب الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى تقديم تنازلات في أي اتفاق من أجل السلام. من جهته أكد نتنياهو سعيه إلى مزيد من التعاون مع واشنطن، وقال لدينا فرصة ذهبية للتعاون من أجل هزيمة الإرهاب، معتبرا أن الإرهاب الإسلامي المتشدد يمثل تهديدا لقيم أمريكا وإسرائيل، على حد قول نتنياهو. إلى ذلك، وفي موقف مفاجئ أعلنت الإدارة الأمريكية أنها لم تعد متمسكة بحل الدولتين للتوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين. هذا الموقف ردت عليه القيادة الفلسطينية بالتأكيد أن التخلي عن حل الدولتين سيرتب عواقب كارثية على المنطقة.
الموقف الذي صدر عن البيت الأبيض من أن واشنطن لم تعد متمسكة بحل الدولتين كأساس للتوصل إلى اتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين ردت عليه سريعا القيادة الفلسطينية، مشددة على أن البديل عن حل الدولتين سيكون نظام الفصل العنصري. وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية سائب عريقات إن الإدارات الأمريكية المتعاقبة أكدت على حل الدولتين، مشيرا إلى وجود اتصالات مع الإدارة الأمريكية الجديدة، ووصف التفكير بسيناء بديلا عن الأراضي الفلسطينية بأنه تفكير سخيف، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان. ونقول لجميع من يريد دفن حل الدولتين أو من يريد مساعدة الحكومة الإسرائيلية في دفن حل الدولتين، البديل ليس ولن يكون الدولة بنظامين. عندما التقيت هذا الصباح برئيس المجلس العموم البريطاني، والتقيت بالأمس مع قناصل وممثلي دول الاتحاد الأوروبي، طالبنا الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين القيام بذلك فورا. من جانبها اعتبرت حنان عشاوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أن الإعلان الأمريكي مرفوض وهو تعبير عن سياسة غير مسؤولة. ومن القاهرة قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بعد اجتماعه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه لا بديل عن حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ودعا إلى بذل قصارى الجهود للحفاظ على احتمال تحقيق هذا الحل. التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس سرا رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية في رام الله. اللقاء الأول من نوعه بين الرئيس الفلسطيني وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطرق إلى قضايا سياسية وأمنية مهمة. مصادر وصفت الاجتماع بالإيجابي والمثمر، حيث تم البحث في قضايا حل الدولتين والوضع الأمني في المنطقة والاستيطان وفرص العودة للبحث عن حل سياسي يمنع التدهور الميداني. استقبل سلطان عمان قابوس بن سعيد الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي وصل إلى السلطنة في مستهل جولة له في المنطقة ليوم واحد تشمل الكويت. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن روحاني قوله إن العلاقات الطيبة مع الجيران وأمن الخليج العربي هو ركيزة سياسات إيران. توفي سفير الإمارات في أفغانستان جمعة محمد عبد الله الكعبي متأثرا بجراح أصيب بها في هجوم إرهابي في العاشر من الشهر الماضي. وكان السفير الإماراتي ومجموعة من الدبلوماسيين الإماراتيين قد تعرضوا لاعتداء إرهابي في دار الضيافة لوالي قندهار، ونجم عنه مقتل نخبة من أبناء الإمارات المكلفين بتنفيذ المشاريع الإنسانية والتعليمية والتنموية في أفغانستان. شن الجيش الوطني الليبي غارات جوية مكثفة على مواقع لتنظيم القاعدة جنوب ليبيا، هذا وأعلن المتحدث باسم الجيش عن وقوع خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات في مواقع تنظيم القاعدة. وكانت مقاتلات من سلاح الجو الليبي قد شنت 6 غارات على تنظيم القاعدة في محيط حقل المبروك جنوب رأس لانوف. وصف وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتس حلف شمال الأطلسي الناتو بأنه ركيزة أساسية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. وعلى هامش حضور اجتماع لوزراء دفاع الحلف في بروكسل، أكد ماتس الدعم المطلق للإدارة الأمريكية الجديدة للحلف، داعيا جميع الأعضاء إلى زيادة مساهمتها في موازنة الناتو. فيما أعرب الأمين العام للحلف الأطلسي عن انتقاده بتأكيد وحدة ضفتي الأطلسي، مشددا على تعهد أمريكي كبير في الناتو قولا وفعلا. جددت الخارجية الروسية تأكيدها أن القرم أرض روسية، نافية أن تكون إعادة شبه الجزيرة إلى أوكرانيا مطروحة بأي شكل من الأشكال. المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أعلنت في مؤتمرها الصحفي الأسبوعي أن موسكو لا تعيد أراضيها، فالقرم أرض تابعة لروسيا الاتحادية، وذلك ردا على البيت الأبيض الذي ذكر أن الرئيس ترامب بعث برسالة مفادها أنه ينتظر من روسيا إعادة القرم لأوكرانيا. وتتابعون في الأخبار المحلية بعد الفاصل. شاحنات الجرانيت والرخام تواصل عبورها عبر العبودي لتستبق تطبيق القوانين. ولجنة الإدارة والعدل تلغي المادة 522 المتعلقة بالاغتصاب من قانون العقوبات.
أهلا بكم من جديد إلى هذه النشرة. استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري هذا المساء في السراي الحكومي وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس ووزير الثقافة غطاس خوري، وعرض معهما شؤون وزارتيهما والتطورات العامة. كما استقبل الرئيس الحريري النائب عماد الحوت، يرافقه وفد من جمعية الأمل للرعاية والتنمية والشؤون الاجتماعية. شكر الرئيس الحريري على رعايته للقضايا الاجتماعية، وقال النائب الحوت إن اللقاء كان مناسبة لإجراء جولة أفق لواقع البلد، لا سيما ما يتعلق بقانون الانتخابات. وكان تأكيد من الرئيس الحريري أنه لابد من الوصول إلى قانون جديد تجري الانتخابات على أساسه لكي نعطي نفسا وروحية جديدة للبلاد. وكان الرئيس الحريري قد استقبل ناشر مجلة الأديب مصطفى جنيد، وعرض معه شؤون ومطالب مدينة طرابلس. شاحنات الجرانيت والرخام تواصل عبورها عبر العبودية لتستبق تطبيق القوانين، والأهالي يمنعون مرور المزيد. تقرير باسل خطيب. تتواصل عمليات إغراق الأسواق اللبنانية بالرخام والجرانيت، حيث عبرت حدود العبودية 44 شاحنة محملة بأطنان من البضاعة دون حسيب أو رقيب، وسمحت لها سلطات لبنان بالعبور رغم كل الصرخات التي حصلت الأسبوع الماضي واللقاءات التي أجراها الصناعيون في جمعية الصناعيين ومع الرئيس سعد الحريري ومع وزير الصناعة حسين الحاج حسن، الذين وعدوا باتخاذ إجراءات لحماية صناعي لبنان. الخطير في الأمر أن الأمن الصناعي تم اختراقه، وهؤلاء الذين اشتروا هذه البضائع لإغراق أسواق لبنان لا يدفعون رسوم عبور تذكر، كما أن حمولة هذه الشاحنات تتراوح بين 70 و 100 طن، في حين أن الوزن المسموح به لا يتجاوز 30 طنا، وبالتالي أصبحت هذه الشاحنات تؤثر بالسلامة العامة. وكل هذه البضائع ينافس تجارها المصانع اللبنانية وعددها 1070 مصنعا، إضافة إلى المنافسة من قبل ما يتم استيراده من مصر والصين وأوروبا. الأهالي والصناعيون اللبنانيون يقولون إنهم سيمنعون الشاحنات الأخرى الآتية من سوريا من العبور، وهم يعتصمون عبر مفرق حمص لمنعها، متسائلين عن الطمع والجشع الذي أصاب التجار الذين يأتون بهذه البضائع لتحقيق أرباح باهظة من خلال الإضرار باللبنانيين والاقتصاد اللبناني وخصوصا الصناعيين. الأزمة ليست حكرا على مصنع دون آخر وعلى منطقة دون غيرها، فهناك 1000 مصنع في لبنان يعاني ويعتاش منها 30,000 عامل، بينما المضحك المبكي أن هناك أراض تستخدم لعرض هذه البضائع والأحجار والجرانيت في مناطق لبنانية. هؤلاء التجار شعروا بالإجراءات التي سيقوم بها الرئيس الحريري ووزير الصناعة وحاولوا استباقها وإحضار عشرات وعشرات من الشاحنات لإغراق الأسواق وتحقيق الأرباح. احتجاجا على الاعتداء الذي تعرض له مفوض شرطة بلدية صور، نفذ اعتصام في المدينة وتلويح بإضراب عن العمل في البلدية ما لا يتم توقيف المعتدين. يا مرحبا يا كبار، لمس حيين تقولوا على الاعلام من هنا، يعني من هنا نعم حزب الله مسؤول، حزب الله برج شمالي مسؤول، العسكر تقولوا من الساكن عشرين رابط كان في على الارض، ليش بس هن تقولوا قولوا مسؤول اللي رافضون الأوامر، عشرين رابط كان في على الأرض، ليه مش هيقولوا إنه هني. لا تزال قضية الاعتداء على مفوض شرطة بلدية صور شادي نجدي تتفاعل، فبعد الكمين المسلح الذي تعرض له نجدي على يد عناصر قيل إنهم من حزب الله، وانتشار فيديو يظهر عملية الاعتداء نفذ عناصر شرطة بلدية صور وموظفو وعمال البلدية وأهالي المدينة اعتصاما أمام مقر البلدية وقطعوا الشارع الرئيسي بآليات البلدية، وهدد عناصر الشرطة وموظفو البلدية بعدم مزاولة عملهم اليومي المعتاد في حال لم يسلم الفاعلون للقضاء لمحاسبتهم. فعليا معروفين واحد واحد، لأنه أصلا عملوا جريمتهم بنص النهار، يعني مش مجهولين. ونحن طبيعي تم رفع الشكوى حسب القنوات الرسمية بمقر الطرف، وصرحنا عنه وأسمائهم كلياتها موجودة، المفروض إنه يتسلموا لحتى هلا ما تسلموا لسبب أو لآخر. فهيدا اللي قلنا عنه بندعي بتسليمه بالسريع. لا توقيف عمل برأيي أنا يعني بطلب من الشباب، بنتمنى من الشباب إنه ما حدا يوقف عمل طبيعي، لأنه هيدا يعني ضد مين من يوقف عمله؟ ضد أهل المدينة، ضد مدينتنا، ضد أنفسنا. نحن هيدا شغلة مش مسموحة أبدا، رح نتابع عملنا إن شاء الله وما بده يثنينا. كما نفذ عناصر الشرطة اعتصاما أمام قائم مقامية صور، وسلموا القائم مقام محمد جفال مذكرة استنكار.
في عكار نفذ أهالي الموقوفين الإسلاميين والموقوفين بموجب وثائق اتصال من أبناء وادي خالد نفذوا اعتصاما رمزيا عند مدخل منطقة البقيعة بمشاركة رؤساء بلديات وفعاليات ووجهاء العشائر. وقد عمد المحتجون إلى قطع الطريق ورفع يافطات مطالبة بتسريع المحاكمات والإفراج عن أبنائهم وصدور عفو عام عنهم سوة بباقي المناطق اللبنانية. أوقفت المديرية العامة للأمن العام كل من اللبناني ميم خاء وزوجته اللبنانية هاء حاء والفلسطيني اللاجئ في لبنان ميم ميم لانتمائهم إلى تنظيم إرهابي والتواصل مع قياديين فيه ومحاولة المغادرة إلى سوريا للالتحاق بصفوفه. ولفت بيان الأمن العام أن الموقوفين اعترفوا بما نسب إليهم وبأنهم ينتمون إلى تنظيم إرهابي وأن الفلسطيني اللاجئ في لبنان أقدم على تجنيد الزوجين المذكورين وبأن الأخيرين غادرا إلى تركيا بهدف الدخول إلى سوريا للالتحاق بذوي الزوجة الذين يقاتلون إلى جانب التنظيم الإرهابي إلا أن محاولتهما باءت بالفشل إثر توقيفهما من قبل السلطات التركية وإعادتهما إلى لبنان. أمنيا أيضا أوقف فرع مخابرات الجيش في صيدا اللبناني خالد دال بتهمة المشاركة في القتال ضد الجيش في أحداث عبرة وانتمائه لخلية أمنية تابعة للشيخ أحمد الأسير. بحضور ممثلين عن وزارة العدل والمالية ونقابة المحامين قررت لجنة الإدارة والعدل خلال جلستها في مجلس النواب برئاسة رئيسها روبير غانم إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات وهي المادة المتعلقة بالاغتصاب وزواج المرتكب من ضحيته. كما سبق وقلنا بأن التعديلات شملت المواد 503 إلى 521. طبيعي ألغيت المادة 522 من قانون العقوبات وتعدلت المواد السابقة لها بحيث كان تشديد للعقوبات في حال تم الجرم على قاصر دون 15 من عمره، وبالتالي كل هذه المواد أصبحت مطابقة للواقع وللواقعية أكثر وأخذت بعين الاعتبار الوضع اللبناني برمته، يعني أخذت بعين الاعتبار العادات اللبنانية، أخذت بعين الاعتبار كل الأمور يلي نحن بلبنان نتميز بها عن غيرنا من البلدان. واصلت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الاستماع إلى إفادة جاري بلات الخبير في شؤون الاتصالات والمحقق في مكتب المدعي العام والذي تطرق إلى طريقة عمل شرائح الهاتف والتي استخدمها المتهمين في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري عنيسي ومرعي. وأشار الخبير إلى ثغرات في تتبع حركة الاتصالات التي جرت بين المتهمين في محيط جامعة بيروت العربية وبرج البراجني والنبطية وطرابلس. أعلنت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمية الإضراب التحذيري يوم غد الخميس احتجاجا على أسلوب المماطلة في إعطائهم حقوقهم، سيما وأن عجلة المؤسسات قد انتظمت على السكة بعد انتخاب الرئيس وتشكيل حكومة وتفعيل عمل المجلس النيابي. تعلن الرابطة ما يلي: الإضراب التحذيري في جميع الثانويات ودور المعلمين ومراكز الإرشاد يوم الخميس الواقع فيه 16 شباط 2017. 2. دعوة الجمعيات العمومية في الثانويات ودور المعلمين ومراكز الإرشاد للإنعقاد خلال مدة أسبوع من تاريخه للتصويت على التوصية المتضمنة تفويض الهيئة الإدارية باتخاذ الخطوات التصعيدية إضرابا واعتصاما وتظاهرا وصولا إلى الإضراب المفتوح. من جهتها أعلنت رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي أن يوم غد الخميس هو يوم تدريس عادي في كل مدارس التعليم الأساسي الرسمي في لبنان. مبادرة لجمعية أصدقاء الزيري في صيدا لتحويل شاطئ المدينة محمية لطيور النورس.
بهدف تحويل شاطئ المدينة محمية لطائر النورس، خاصة بعدما تعرض له مؤخرا في محيط مطار رفيق الحرير الدولي. أطلقت جمعية أصدقاء زيرة وشاطئ صيدا مبادرة لإنقاذ هذا الطائر الجميل. ناشط الجمعية نفذوا ما يشبه المنورة الحية تم خلالها استخدام أسراب من النورس عن طريق جذبها إلى شاطئ صيدا بإلقاء فضلات من الأسماك، حيث انقضت عليها ثم غادرت لتعود بعد ذلك مجددا إلى المكان نفسه بهدف أن يشكل مقصدا وملاذا دائما لها. الآن الجمعية تقوم شوي بالعناية في هذا الطائر، مثل ما شفتوا يعني طائر النورس الآن موجود على شاطئ صيدا، وهذا شيء جميل الحمد لله. والجمعية ستقوم بمبادرة مع بلدية صيدا ومع نقابة الصيادين لتنمية ورعاية هذا الطائر على زيرة صيدا وعلى كافة الشاطئ الصيداوي. طبعا نحن رصدناها وفكرنا بفكرة أنه نشيل الأسماك اللي موجودة هي بمينة الصيادين اللي بتبقى بعد تنظيف السمك، بدل ما تروح على يجمعوها لتروح على النفايات، يعني عم نرجع نحن نحطها بالبحر تاكلوها وتصير علف للسمك ولطيور النورس. ورفعت الجمعية عند مدخل قلعة صيدا البحرية لافتات تحمل معلومات وصورا تعرف بالنورس وتشير إلى أنه من الطيور الجميلة والذكية وله القابلية على التعلم بسرعة. والآن إلى النشرة الاقتصادية مع كارولا النقاش.